بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الدرس الثالث من دروس برنامج الفيجوال بيسك. سنتعلم في هذا الدرس بداية بناء البرنامج من ناحية التخطيط، ثم إنشاء مشروع جديد بروجكت، وإضافة أدوات تحكم لهذا البروجكت. في البداية لبناء أي برنامج لابد من المرور بسبع خطوات. الخطوة الأولى هي التخطيط لمشروع جديد، وهذا التخطيط يكون على ورق. يتبع ذلك إنشاء مشروع جديد من برنامج الفيجوال بيزك، ثم إضافة الكائنات المطلوبة لهذا المشروع. والخطوة الرابعة هي ضبط هذه الكائنات من ناحية الخصائص، ثم كتابة التعليمات البرمجية المطلوبة في كل عنصر، وبعدها اختبار البرنامج للتأكد من عمله بشكل صحيح. والخطوة الأخيرة تحويل البرنامج لملف تنفيذي EXE يستغني عن البرنامج لتشغيل الملف. للتخطيط للبرنامج قبل البداية في الشروع به، علينا مبدئيا تحديد ثلاث أشياء مهمة نوضحها في الشكل التالي: المدخلات والمعالجة والمخرجات. فالمدخلات هي البيانات التي يجب أن تدخل للبرنامج للحصول على المخرجات، والمعالجة هي العملية البرمجية المطلوب التأثير بها على البيانات، ثم المخرجات هي المعلومة المطلوب الحصول عليها. إذا أردنا التخطيط بشكل مبدئي على الورق لأي برنامج، فإذا أخذنا نموذج لبرنامج يعرض الوقت والتاريخ، فعلينا مبدئيا قبل الشروع في البرنامج أن نخطط كيف سيبدو شكل البرنامج، أين تريد أن يظهر الوقت وأين تريد أن يظهر التاريخ. فإذا أخذنا المثال التالي، هو إظهار صورة على يسار النموذج، وإظهار الوقت الحالي وإظهار التاريخ الحالي، ثم إضافة تسمية لعنوان الوقت وإضافة تسمية لعنوان التاريخ، وأخيرا زر للخروج من البرنامج. هذا هو الشكل الذي نريد تطبيقه مباشرة على البرنامج. بعد ذلك نبدأ في الشروع في إنشاء مشروع جديد. وقبل أن نبدأ في استخدام البرنامج، نود أن نذكر هنا أن البرنامج ينشئ في البداية حاوية هي أكبر من البروجكت، تسمى الحل أو السوليوشن. لذلك فإن كائنات البرنامج هي عبارة عن السوليوشن، وهو أكبر كائن يحتوي في داخله على مجموعة من المشروعات، وكل مشروع يحتوي في داخله على مجموعة من النماذج أو الفورم. نبدأ الآن بإنشاء حل جديد أو سوليوشن جديد بتشغيل البرنامج، واختيار أداة بروجكت الموجودة أمام كرييت، أي إنشاء مشروع. يسألنا مبدئيا عن اسم لهذا البروجكت، وهو يقترح اسم Windows Application 1 كاسم افتراضي لبداية كل مشروع. نختار هنا Windows Form، أي نموذج، ونضغط على أداة OK. ينشئ البرنامج مشروع جديد اسمه My Project، أو هو My Project اسمه Windows Application 1، يحتوي في داخله على Form 1، أي نموذج واحد فقط من البروجكت. هذا النموذج يكون فارغا في البداية لتعبئته ببعض الكائنات الموجودة هنا في التول بوكس. يمكن لهذا الفورم تكبيره وتصغيره من الناحية اليمنى أو الأسفل أو من الزاوية فقط، لا يمكن نقل هذا الفورم من مكانه، ولكن فقط يمكن تكبيره، كما يمكن استخدام أدوات التصغير والتكبير والإغلاق. كما ذكرنا سابقا أن التول بوكس يمكن تثبيته بهذا الشكل أو جعله متحركا إذا ضغطنا على رأس الدبوس ليكون مائلا إلى اليسار. نبدأ الآن في إضافة الكائنات من التول بوكس، وسنتعلم في هذا الدرس ثلاث كائنات مهمة. الكائن الأول هو كائن البيكتشر بوكس، وهو الأداة التي تستخدم لوضع صورة داخل النموذج، نسحبها ونضعها داخل النموذج، ويمكن تكبيرها وتصغيرها بالشكل المطلوب. هذه الأداة سيتم تعبئتها فيما بعد بالصورة. والأداة الأخرى هي أداة ليبل، نضع الأداة في النموذج ونضع أربع كائنات كلهم من النوع ليبل، والنوع ليبل هو نوع العنوان، يستخدم دائما لكتابة النصوص
داخل الفورم. الأداة الثالثة هي أداة البوتون أو الزر، وهذه الأداة تستخدم لتنفيذ الأوامر عند الضغط عليها. يمكن طبعا تكبير أو تصغير أي كائن من الكائنات ونقله من مكانه إلى مكان آخر. يفترض البرنامج دائما الرقم واحد لكل أداة توضع داخل النموذج، فبعد إضافتنا لأربع كائنات من نوع ليبل أعطاها الأسماء ليبل 1 ليبل 2 ليبل 3 ليبل 4. أضفنا كائن واحد من النوع بوتون فأعطاه الاسم بوتون 1، وأضفنا كائن واحد من نوع بيكتشر بوكس فأعطاه الاسم هنا بيكتشر بوكس 1. والاسم دائما يظهر هنا في الخصائص في الخاصية نيم، خاصية نيم يظهر اسم الكائن المحدد، فإذا ضغطنا على كائن آخر يظهر اسمه هنا في الخصائص بوتون 1. بعد إنشاء المشروع وإضافة الكائنات يجب علينا حفظه، فبنختار من قائمة فايل الأمر سيف في حالة سيف أز في حالة كون البروجكت مؤلف من فورم واحدة، أو سيف أول في حال مكون من عدة فورمز متتالية. هنا يمكننا تغيير الاسم الافتراضي الذي أظهره البرنامج في البداية، ويمكننا تغيير مكان حفظ هذا البروجكت ونضغط على الأمر سيف. بهذا يتم حفظ البروجكت المطلوب، وسنأخذ في الدرس القادم كيفية تغيير خصائص هذا الفورم.